احنا احبابي القرآن وأهل البيت وهذه المدرسة تفتح عقولنا وعيوننا لما يجري في هذا الوجود. وإلا واحد حشاكم أعمى ما يفهمش، يجل دعاءكم يشرح الدعاء في ليلة من الليالي عند إذاعة باسمه فيشرح الدعاء، أول مرة يبدأ بالدعاء على الطريقة اللي موجودة، واغفر لي الذنوب التي تهتك العصام واغفر لي الذنوب. قلت والله عجيب، هذا عميق، شنو هالحزن هذا؟ مرة واحدة أسمع يقول تدرون يا أخوة كيف علي يقول اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام؟ أنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. باركت ربنا وتعاليت فلك الحمد دائما والشكر واجبا. هذه هي أفضال الله على الإنسان التي استعرضها الحسين عليه السلام بأسلوب متنوع. ثم يبدأ الإمام الحسين عليه السلام في مناجاته لله يتحدث عما يفعله العبد أمام ربه. الله عمل معنا هيك، إحنا شو عم نعمل؟ ثم أنا يا إلهي، وكل واحد في هالقضايا من تصور أن الحسين تكلم، لأن الحسين عليه السلام هو المعصوم من الخطايا، هو في أعلى درجة العصمة. حسين سلام الله عليه، حسين لم يرتكب ذنبا، حسين لم ينحرف عن الخط، بل كانت حياته كلها طاعة لله وشكرا لله وتضحية لله وذوبانا. ولكن دائما لما تقرأ هل أدعية لواردة عن الأئمة سلام الله عليهم مثل قضية دعاء كميل، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اغفر لي، خل الإمام ما يذنب، هو معصوم. كذلك مثلا شوف الإمام الحسين كما سيأتي كيف يقول أنه ماذا، أنه لم يشكر الله ولم يقم ب ولا وعظمت خطيئته عنده، وما يجي هذا أيضا أدعية زين العابدين سلام الله على دعاء أبو حمزة الثمالي وغيره. هذه الإمام ما يتكلم بصفته يعني أنا علي بن أبي طالب أو أنا زين العابدين أو أنا الحسين، أنا الإنسان، يعني كأنه يجرد من نفسه إنسانا. والإنسان بحسب طبيعته بيخطئ، الإنسان بحسب طبيعته ما يشكر الله، فهو يتحدث إلى الله بصفته إنسانا كالناس في أجواء الإنسان الذي يعصي ربه ويخطئ مع ربه، لا بصفته الإمامية إذا كان إماما وبصفته النبوية إذا كان نبيا. ولذا الإمام ما يتحدث هو عن نفسه من خلال خصوصيته الإمامية، بل يتحدث بلساننا، بلسان الإنسان الخاطئ، بلسان الإنسان الذي لا يشكر ربه. ثم أنا، ولذلك إحنا لما نسمع هالكلمات والإمام الحسين يتحدث فيها كأنه إحنا عم نحكي مع الله سبحانه، يعني نستحضر موقعنا مع ربنا وكأننا نحن الذين نتحدث مع ربنا بهذه الطريقة. ثم أنا يا إلهي.